الصالحون أين عناوينهم؟ نعم. في المساجد. في المساجد. فإذا ذهبت إليهم وتعرفت عليهم، نعم، فاسألهم، نعم، إذا توثقت الصلة وعرفت هذا أنه صاحب دين، نعم، فقل له: يا أخي أنا أبحث عن فتاة صاحب الدين، نعم، تعرف، نعم، قد يكون عنده قريبة، عندهم جيران، عندهم معارف يدلك، نعم. فإذا من سأل ما تاه، نعم.